وحول أزمة المنطاد الصيني أفادت شبكة NBC الإخبارية نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين ومسؤول سابق كبير في الإدارة أن البالون الصيني الذي حلق عبر الولايات المتحدة تمكن من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لمنعه من القيام بذلك. المنطاد الذي أسقط في فبراير الماضي أثار جدلا كبيرا بين واشنطن وبكين، لكن كيف تمت عملية إسقاطه وكيف يجري انتشال الحطام؟ هذه محاكاة للحادثة، نتابع. بعيدا عن التجمعات المأهولة في منطقة ما فوق المحيط الأطلسي، المنطاد الصيني يحلق بارتفاع 18 كيلومترا فوق سطح البحر على بعد 11 كيلومتر من ساحل ساوث كارولينا الأمريكية. سفن خفر السواحل تتجمع أسفله في انتظار لحظة سقوطه التي حانت بعد منتصف يوم السبت 4 فبراير. لإنهاء العملية تستعين القيادة الشمالية الأمريكية بمقاتلة من طراز F-22 محملة بصاروخ من طراز AIM-9X. صاروخ واحد كان كافياً لتحويل المنطاد إلى سحابة من الدخان الأبيض قبل أن تسقط بقاياه فوق مياه المحيط من دون وقوع أضرار جاذبية. حطام الصاروخ وقع فوق مساحة تمتد لقرابة 11 كيلومترا مربعا بعمق ينهز 14 مترا في المحيط، عمق يسهل عملية جمعه عن طريق غواصين يعملون على قدم وساق للحيلولة دون امتداد العملية لأسابيع أو أشهر. في عمق المحيط تصاحبهم مركبة غير مأهولة تعمل على رفع الحطام لتذهب به إلى سطح البحر حيث سفينة الانتشال. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج ألوان الشرق معي أنا هدي العليان.